سي سلمان قبل 24 اور من مشاركة الممثل كرة القدم التونسية اللي هو النادي الرياضي الصفاقسي يجي قرار من رئاسة الجامعة وتجميد نشاط رئيس النادي مصطفى خماخم مدى الحياة في كرة القدم، شنو موقف الهيئة المديرة للسيسي؟ القرار الأول تعرفوه جاء ليلة ماتش متلوي ودفعنا فاتورة غالية وغالية برشا، ليكيب خرجت من الكونسنتراسيون وقدمنا أسوأ مقابلة يمكن في الموسم سوء يمكن في اللي دو تروا سيزون الأخرانيين ونهزمنا. ما رعنا إلا البارح يخرج قرار آخر من مكتب الجامعي التجميد السيد مصطفى خماخم عن كل نشاط رياضي. الغريب أنه في التوقيت متاع القرار هذا وكأنه يريدون الإطاحة بالنادي الرياضي الصفاقسي، لكن الحمد لله النادي الرياضي الصفاقسي واقف وبالمشاكل هذه نزيدوا نتقويوا، واليوم هاك شفتوا عملنا طرح لاباس بون انتصرنا قدام جماهيرنا وتعدينا الليبول. فيما يخص القرار التساؤل أصبح واضح، معناتها اسكو المشكلة أصبحت شخصية مع السيد مصطفى خماخم ولا يريدون الإطاحة بالنادي الرياضي الصفاقسي؟ ظهر لي بالتوقيت هذا ولات الأمور واضحة، يحبوا يعني يتربصوا بالنادي الرياضي الصفاقسي. وانتم مش تقعدوا ساكتين، ما فماش موقف؟ سمعنا فما استماع، فما سياسة خاطر بعد القرار، ما فما حتى موقف لحد الساعة هذه؟ قلت لك ما هو قلت لك، احنا ما حبيناش نعودوا نغلطوا غلطة المتلوي. قلنا مباراة فما حاجة نستناوها يعني؟ أكيد الليلة باش نجتمعوا، عندنا اجتماع هيئة مديرة، لجنة العليا للدعم، بعض الأشخاص من اللجنة القانونية، من السوسيوس، من لجنة الحباء، باش نبداو ننظر في محتوى القرار هذايا، نظر فيه ومعناتها الرد المناسب في الوقت المناسب على الهيكل أو الشخص المناسب. بعد القرار هذا تيليتوال ماشية للتاس، تشوف أنه كان ممكن دي نقطة للتوال بس تربح ثلاثة نقاط متاعها اللي خسرتهم صفاقس؟ ايش نقول لك، الكرة تلعب على تيران راهو داكور، في دو ماتش واضحة انتصار النادي الرياضي الصفاقسي ثلاثة نقاط، يمشيوا للتاس يمشيوا للوناس يمشيوا وين يحبوا داكور، احنا نلعبنا ماتشونا وربحناه، الباقي تو تنظر فيه اللجنة القانونية، احنا ربحناه سور تيران وتو نشوفوا سور في لي بيرو وفي لي كوليس وفي لي ما بين المحامين شكون باش يربح، هما التجؤوا للمحامين السياسيين يعني افهم انت الوضعية كيفاش ولات، وهاك تشوف المحامين السياسيين وين هزوا البلاد. لكن احنا نقولوا لهم حاجة، احنا نحبوا كرة نظيفة، احنا مشكلتنا مش مع النجم وعلى ثلاثة نقاط او لا لا، احنا مشكلتنا مع هيكل كامل، هيكل اصبح يعني فاسد الصلوحية يلزم روح جديدة دم جديد، ويلزمنا نشوفوا الفوتبول التونيزيان خير من هكا بياسر. هاك شفت انت النادي الصفاقسي ما كانش طرف الجمعة اللي فاتت الكلاسيكو ما بين النجم والترجي، شفنا خمسة دقائق كرة و85 دقيقة عباد تجري في التيرانات انفايسمون دو تيران، ماشيين غادي راكم انتم، فما حتى مشكلة باش نمشيو نلعبوا ماتشونا ونروحوا، فما حتى مشكلة. لو كان الامور تخرج على اطار اش ماشي يصير؟ شنو تخرج على الاطار؟ فما كلمات انه مش يكون الاستقبال كما كان في الطيب لمان. مشكلة احنا طالبين المعاملة بالمثل، استقبلونا كما استقبلناه. ما مسينا حد فيهم. هما غادي ما خلوناش يدخلوا، احنا دخلنا ثلاثة مسؤولين، هما غادي حتى واحد ما خلوه يدخل، خلف رئيس الجمعية. احنا ما فما حتى مشكلة نمشيو، يحبوا يعاملوا بالمثل ثلاثة مسؤولين، تنجيو ثلاثة مسؤولين، ما فما حتى مشكلة، ولو أنه توا القانون تاع الجامعة يسمح لنا باش ندخلوا معنا المسؤولين، لا يا سيدي نمشيو ثلاثة مسؤولين، فما ما يحبوناش نجيو مسؤولين مش مشكلة، في الآخر الماتش باش يتلعب على التيران. 11 ضد 11 هو اللي يربح صحالي، كان ربحوني كوره تو نكون اول واحد نهنيهم، اما باش يربحوني بالكواليس، يربحوا النادي الرياضي الصفاقسي بالكواليس وبالغوره لا سبيل اليه. احنا باش ندافعوا على حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي وعلى حقه في كل مقابله. انا خرجت من المتلوي هزيمه 3-1، قلت مبروك للمتلوي يستحق الفوز نتاعهم، فما حتى مشكله، كنت هنيت الهيئه المديره واللاعبين ودخلت الفيستير نتاع المتلوي لاني انهزمت كرويا ويستحق الانتصار نتاعه، وكنت معناتها موجوع، اما هذيك الكره نصلح روحي وقت اللي نربح انا، شنو ما نربحش في سوسه عليه؟ ارجع للتاريخ وشوف العشريه الاخرانيه شكون قاعد يربح في سوسه.